عملية إنتاج أقلام الأنسولين الجزائرية 100% تأتي تماشيا ومساعى السلطات العليا للبلاد لتطوير صناعة الأدوية والصناعة الصيدلانية بصفة عامة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتكفل الأمثل بمرضى السكر وتوفير الدواء لهم. اليوم تحدي ثاني، تحدي كبير، يعني الجزائر بأيادي جزائرية 100%. بدأنا في إنتاج هذا المستحضر الثاني اللي هو بيوميكس بيورابيد اللي هي الأسبارت، وحتكون في السوق بداية الأسبوع القادم بكميات هائلة. إن شاء الله عندنا أن أوبجيكتيف منا قبل نهاية السنة هنضع في السوق أكثر من 1,000,000 علبة، ليعادل 5 ملايين قلم من آخر التكنولوجيا. هذا وسيتم توزيع المنتج تدريجيا على الصيدليات على المستوى الوطني، كما سيتم تعميمه بصفة تدريجية عن طريق التصدير إلى البلدان الإفريقية. احنا فرحانين جدا أنه مادة الأنسولين حاليا أصبحت تنتج في الجزائر. هذا شيء مهم، لأنه مادة الأنسولين كانت كما قلت سابقا كانت حكر على أكبر 3 مخابر في العالم، وما كانوش يسمحوا بتصديرها لدول أخرى. فوجودها في الجزائر وإنتاجها في الجزائر راح يجنب التذبذبات والانقطاعات اللي كانت الجزائر تعيشها. النقطة المهمة ثاني فيما يخص البيوسيميلار، أن الجزائر راح تربح من 20 إلى 30% من المصاريف. التطورات العديدة في مجال الصحة بالجزائر ستتواصل بفضل العلاجات الحديثة والمبتكرة في مجالات مختلفة كأمراض السكر والسمنة وكذا الأمراض النادرة.